بالنسبه لهذه المقابله كيف عرفتي كانوا دي ديفيت بزاف متابعين لي المورال كان شويه مشي هذاك. بالنسبه لهذا الماتش تبعنا التعليمات ديال المدرب ان نحافظوا على الكره الماكسيموم ديو اللي من اليسار تتبان الفرصه باننا نقدروا نمشيو للماركي وداك الشيء اللي كان سجلنا هدف بروميير ميتون دوزيام ميتون كنا عارفين بان الحسنيه غادي يهاجموا علينا ويحاولوا يضغطوا درنا واحد لو بلوك وتسنينا لي كونتر اتاك اللي كنا نقدروا اننا ماركين فيهم مجابش الله ما سجلناش. كنبغي نشكر اللعاب على الروح القتاليه اللي كانت اليوم والحمد لله على هذا الانتصار هذا وكنبغي انه نبقى ديما ننتصروا باش نفرحوا الجماهير ديالنا. حنا كيف ما كنعرفوا انهم ديما حاضرين وكيساندوا الفريق ديالهم سواء ربحنا سواء خسرنا وافتقدناهم في اليوم هذا نتمنى ان شاء الله اننا نفرحهم باش نخليهم ديما يكونوا فرحانين.